عندنا كفاءة طبية من المستوى العالي نفتخر بهم دوليا. عمل كبيرة، عمليات جراحية اللي كانت تندار خارج الوطن تندار هنا حاليا. أكيد اليوم هذا اللقاء كان لقاء علمي واختمناه بمجموعة من التوصيات نعمل على تنفيذها إن شاء الله ضمن استراتيجية وطنية بالتنسيق مع كل جهات خاصة وزارة الصحة. أنا قلت يعني باللي راح يعني نكون يعني نوضحوا الحالة يعني على مستوى وزارة الصحة باش نكون نشوفوا كيفاش نحسنوا إن شاء الله فعالية هذه الأطقم الطبية باش تاخذ بعين الاعتبار كل مشاكل الأطفال اللي عندهم هذا الشلل الدماغي الحاد، وشفنا باللي عندهم قرابة 400 طفل في انتظار.